يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إنه إذا علا ماء الذكر ماء الأنثى سيكون المولود ذكرا، وإذا علا ماء الأنثى هذا كلام الناس، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وش فيه؟ يقول هل هذا القول صحيح؟ هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب كون المولود ذكرا أو أنثى. نعم.